بكم من جديد. في أول تحرك منظم أسس محامون سعوديون ناديا يهدف لحماية حقوقهم وتوعية المجتمع والمشاركة في تطوير مسارات العدل والقضاء في السعودية. وقد حذر مؤسسو النادي من خطورة الأمية القانونية لدى المجتمع وأنها أدت لارتكاب أخطاء محظورة شرعا وقانونا. هنتابع التقرير ثم نعود ونرحب بضيفنا في هذا الحوار. مهنة المحاماة دعامة أساسية لتحقيق العدل في أي مجتمع، فالمحامي يمارس دوره بكفاءة من خلال مرافعاته ليحقق العدل المنشود، خصوصا أن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، إلا أنها مهنة ناشئة في المجتمع السعودي وليس لها أثر كبير في المحاكم، باعتبار أن المملكة لا تلزم المتخاصمين بوجود محام في كل مرافعة. من هنا أسس محامون سعوديون في أول تحرك منظم نادياً يهدف لحماية حقوقهم وتوعية المجتمع والمشاركة في تطوير مسارات العدل والقضاء في السعودية. النادي يضم أكثر من 100 محام سعودي. يسعى المحامون السعوديون في هذا التحرك المنظم إلى إيجاد كيان مهني علمي ينهض بمهنتهم ويقدم خدمات متخصصة لمنسوبيها ومزاوليها وللمجتمع ككل بكفاءة عالية وجودة مميزة ذات رؤية ورسالة واضحة، وذلك حسب محضر اجتماعهم الأول. فيها أشياء واضحة ومعروفة لدى الكل يعني، وأعرفها أنا أكيد، وفي حاجات والله ما نعرفها صراحة. أيوة تقريبا، بس مو كلها يعني. لا والله شوي، أن نخدم الوطن ونخدم مجالات كثيرة، فمثل الهندسة، الدكتوراه، الصحة، بالعمالة، حاجات كثيرة. بلا شك بحكم أني مواطن أنتمي لهذا الوطن، أكيد أني راح أعرف حقوقي وواجباتي تجاه هذا الوطن. لا والله لا، ما نعرف صراحة. صراحة هنا لا ما أعرف، ياريت نعرف يعني إيش الفرق بين الحقوق والواجبات، لأنه من جد في حقوق احنا يعني مفروض انها علينا، عرفتي، بس انه ما ندري وين، يعني ما ندري وين حقوقنا وين واجباتنا خصوصا هنا في السعودية. هو لا شك انا الحمد لله اعرف الحقوق واعرف الواجبات بحكم اني انا مستشار قانوني ومحكم ايضا، لكن من حكم عملي اجد ان كثير من الناس يجهل حقوقه، ولذلك الثقافة الحقوقية شبه منعدمة بسبب اولا تقصير الوسائل الاعلامية في المجتمع. الحاجة الثانية، نفس المواطن نفس المقيم ما هو يبحث أو يكلف نفسه حتى للقراءة. الآن وسائل الاتصال موجودة، وسائل القنوات موجودة، وسائل البحث في محركات البحث العالمية أيضا موجودة وتسهل عليك المعلومة. من ناحية أخرى، لم تكشف محاضر الاجتماع التأسيسي الأول لنادي المحامين السعوديين عن أي توجه لاشتراك محاميات سعوديات في عضوية النادي، حيث خلت قوائم محضر التأسيس التي وقع عليها 113 محاميا سعوديا من أي اسم نسائي، في وقت يترقب فيه السعوديون قرارات من وزارة العدل حول منح محاميات سعوديات استحقاق فتح مكاتب استشارات قانونية، وذلك بعد أن أثبتت دراسات محلية ضياع حقوق مالية وقانونية لكثير من النساء في السعودية لعدم وجود محاميات، خصوصا في المحافظات والتي قد يهضم بها حق المرأة بشكل يفوق هضم حقها في المدن، لذا تكون أهمية المحاميات في المحافظات أكثر. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. الحديث عن الموضوع برحب معي عبر الساتلايت من جدة بالمحامي والمستشار القانوني إبراهيم الأبادي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، حياكم الله. أهلا فيك. نبغى نعرف إيش الهدف من تأسيس نادي للمحامين، يعني كيف حيخدم المجتمع؟ أعتقد أنه مهم، بس إيش الهدف منه؟ إيش الأمور اللي حتكون موجودة في هذا النادي؟ طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرحب بك أستاذة هبة وبالمشاهدين والمشاهدات. عموما المحامين من فترة طويلة هم يهدفوا إلى
عمل كيان يجمعهم ويدافع عن حقوقهم. هذا النادي يعني يهدف أساسا إلى حفظ حقوق، أول شيء حفظ حقوق المحامين، هذا رقم واحد، لأنه المملكة في المملكة العربية السعودية إلى الآن لا يوجد كيان يعني يضم كامل المحاميين يعبر عن آرائهم مباشرة، طبعا كان غير حكومي. هنالك الموجود الآن اللي هو لجان المحامين اللي في الغرف التجارية، طبعا قد تؤدي شيء من الأغراض لكنها تؤدي الغرض كامل، لذلك اجتمع مجموعة من المحامين لعمل هذا الكيان. هذا الكيان طبعا يهدف أساسا زي ما قلنا إلى الحماية، ومن ثم إلى تثقيف المجتمع. معروف أن المحامي هو ركن من أركان العدالة، هو مساهم من المساهمين وموضح مثلا للقاضي أسس العدالة في التقاضي، وهو عنصر مهم جدا، لذلك وجب أن يكون المحامي على مستوى عالي جدا في الأداء وفي الثقافة القانونية والثقافة الشرعية. طبعا نحن ما نقول أسس النادي، لسه الآن النادي تحت التأسيس، لم يؤسس لأنه لم يأخذ التراخيص اللازمة من الحكومة، لا نقول مؤسسا إلا بعد أن تأخذ. ليش التراخيص ما كملت أستاذ إبراهيم؟ تقدم إلى الجهات المعنية. عفوا، ليش التراخيص ما كملت؟ هل في معيقات؟ لا لسه إلى الآن طبعا نحن ما نقول في معيقات، لكن لازم تأخذ طبعا دورتها في الجهات المعنية التي تصدر تلك التراخيص. لكن هذه فكرة، اجتمع مجموعة من المحامين اجتمعوا لعمل هذا النادي وهذه الفكرة وقدمت الفكرة، لكن الآن لم تكتمل الإجراءات لهذا الموضوع. طيب، يعني من أهداف هذا النادي أنهم يعملوا حماية لحقوق المحامين، يوعوا المجتمع، يشاركوا كمان في تطوير مسارات العدل والقضاء في السعودية. برأيك، يعني سؤال يفرض نفسه، إذا كان المحامين بيطلبوا مظلة رسمية حتى يتابعوا حقوقهم، فما هو وضع أفراد المجتمع اللي بيلاحقوا قضاياهم لسنوات طويلة داخل المحاكم، وبالذات قضايا الطلاق والنفقة؟ يعني إيش تعليقك؟ نحن ما نقول مظلة رسمية، المحامين لا يطلبون مظلة رسمية، هم يطلبون مظلة تجمعهم من المحامين أنفسهم، وأن يكون هذه المظلة معترفا بها، لا تكون مثلا داخل تحت جهة رسمية. طبعا ما في معروف في وزارة العدل في إدارة اسمها إدارة المحامين، إدارة المحامين طبعا مهما كانت لن تضع مصالح المحامين أو أهدافهم يعني هي في الاعتبار كاملا كما يريدها المحامين. المحامين الموجودين في الميدان والذين يتعاملون مع القضايا ومع الجهات الحكومية هم أدرى بمصالحهم، لذلك هم حاولوا إنشاء هذا النادي، بس إلى الآن كما قلنا، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون في الفترة القادمة أن يكون هنالك تسريع لإقرار موضوع النادي. هو كان في موضوع النادي، بس المعلومية موضوع النادي هذا رقم واحد، هذا آخر اقتراح كان من السابق، كان في أساس أنه نقابة للمحامين أسوة بالدول العالمية كلها، في نقابة تضم المحامين وترعى مصالحهم، لكن إلى الآن نحن عندنا ما وجدت أي مظلة تضم المحامين، نظرا أقولها للبيروقراطية الموجودة، في بيروقراطية موجودة في الإدارات المعنية لإصدار تلك التراخيص. أكيد إحنا للأسف البيروقراطية للأسف البيروقراطية في مجتمعنا، يعني عموما في العالم العربي بس عندنا كمان بزيادة، وقصة طويلة، يعني تضيع الحقوق والناس تموت ولسه ما وصلوا حقوقهم. بس خليني أسألك كمان سؤال، بما أنه أنتم عاملينها أو بتقترحوا تعملوها كجهة ما تكون تحت مظلة حكومية، يعني المحامين يعملوها مع بعض، الغريب أني أنا ما لاحظت أنه في وجود سيدات في يعني في المشروع نفسه، ما في محاميات، مع أنه من فترة أصدر يعني أنه خلاص صار في سماح للسيدات بممارسة عملهم كمحاميات، ليش ما كان في مساحة للسيدات في المشاركة للمحاميات بالمشاركة؟ ما هي، شوفي، أول شيء السعوديات المحاميات لسه ما طلع تصريح إلا لمحامية واحدة، وهذا الكلام طلع من الآن يعني قريب صح، واحدة بس، لكن إلى الآن ما في أي محامية. أي نعم، ما في أي محامية، هو الخبر بيقول إنه في أربعة كان عندهم التصريح، يعني لا هي واحدة اللي أخذت التصريح، لكن في تحت التدريب مجموعة أخذوا اللي هو محامية تحت التدريب، يعني ما زالت لم تمنح الترخيص، يعني حتمنح عاجلا أم آجلا، فليه ما كان السيدات موجودين؟ منحت
منحت لكن فين الآن القانونيات؟ طبعا أنا لا أشكك مثلا في قدرات أو حاجة زي كده، لكن أقول لك إلى الآن هم على الساحة يعني دورهم ما زال يعني قليل. وإن كنت يعني أنا أدرس مواد القانون في كلية دار الحكمة، وعندي مجموعة حقيقة، أنا شفت مجموعة من الطالبات سواء في كلية دار الحكمة أو في جامعة الملك عبد العزيز، يعني ما شاء الله تبارك الله عليهم يعني ممتازات جدا، ويعني أتنبأ لهم بمستقبل باهر جدا. وهم أنشأوا حتى في اللي هو النادي اللي هو نادي المحامين اللي يسموه رابطة المحامين الشباب، أنشأوا رابطة المحامين الشباب، وما شاء الله الرابطة هذه شغالة وفعالة بصورة ممتازة. هذه الرابطة تهدف طبعا إلى مساعدة الناس يعني بدون مقابل مادي. عندي سواء أنا حتى عندي مجموعة في المكتب، مكتبي الخاص، من طالباتي ومن طلابي في الكليات، منشئين مجموعات لمعاونة الناس، معاونة الناس اللي ما عنده مثلا إمكانية اللي يبغى استشارات بالمجان. ففي يعني في تحرك من النساء والسيدات، في تحرك طيب. اي صراحه تحرك رائع، يعني انا فعلا اضم صوتي لصوتك استاذ ابراهيم، في تحرك رائع، واعتقد المراه لسه ما اخذت حقوقها كامله كمحاميه ونشطه جدا، فما بالك لما تاخذ حقوقها. بس خليني اسالك عن حاجه كانت في التقرير، يعني كان التقرير بيتكلم عن الاميه القانونيه، وانا احترمت اراء الاشخاص، يعني احترمت اراء كل اللي في التقرير، بس تحديدا السيدات اللي قالت احنا فعلا ما نعرف حقوقنا، يعني فكلمنا يعني بشكل اوسع عن الأمية القانونية، إيش نعني بكلمة الأمية القانونية؟ والله شوفي يعني المجتمعات العربية بصورة عامة يعني مشكلة مجتمعات لا تقرأ، وبالتالي والإعلام عندنا يعني أحيان أو في معظم الأحيان يخفي المعلومة، طبعا بسبب يعني ضعف الرقابة، ولا المفترض أنه كل القوانين يجب أن تكون معلنة. هنالك في القانون نظرية اسمها نظرية الحق. إيش يعني نظرية الحق؟ نظرية الحق يجب مثلا أن تعرف بهذا الحق وتنظمه، بعد ما تنظمه تعاقب من يخالفه. الحقوق كلها منظمة تحت أطر قانونية، هذه الأطر القانونية موجودة ومنشورة، من يريد أن يبحث عنها موجودة. لكن أنا أقول لك أنا ألوم أول شيء الجهات الحكومية المعنية بالتعليم، لأنه يجب أن يتربى الإنسان على مبدأ معرفة الحق، ما له وما عليه الإنسان من عمة أطفاله، من الدراسة في الابتدائي ولا في التمهيدي، يجب أن يعرف ما هو الحق الذي له وما هو الحق الذي عليه. هذا مبدأ مهم. نحن نصل إلى الجامعة وما نعرف، وكثير من الناس لا يعرفون، في كثير ما يعرفوا حقوقهم حتى في الطلاق والزواج كبيرة جدا. نعم نعم، وهذا حتى من للأسف من المتعلمين، يعني أصحاب الشهادات العليا لا يعلمون حقوقهم. يعني نحن أمية شديدة، دائما أنا أقول في كل برامج اللي أطلع فيها أقول دائما نحن للأسف الشديد يا جماعة عندنا أمية شديدة، لذلك الناس يشتكوا كثير من البيروقراطيات في الإدارات الحكومية أو في كل نواحي الحياة، ويقولوا نحن ما بنخدم كويس، ما بنعطى حقوقنا. ليش ما بنعطى حقوقنا؟ دائما يقول لا يضيع حق خلفه مطالب. إذا كنت تعرف حقك تطالب بهذا الحق. كلام رائع. ما يجي مثلا موظف يضحك عليه يقول التعليمات تقول، أي تعليمات هذه اللي يقولها الموظف ده؟ يقول التعليمات تنص، أي التعليمات التي تنص وتقول أنك تحقق حقوقي؟ يجب أن تفهمني ما هو هذا التعليم. نعم نعم. وللأسف يعني شوف نحن هذا يتردد كثيرا. مهم جدا أنه الشخص يعرف حقوقه والقوانين الموجودة، بس يعني كيف المرأة، يعني بما أنه إحنا تكلمنا عن الأمية إيش هي بالضبط القانونية، وهذه مشكلة كبيرة وآفة كبيرة بتأجل قضايا. نعم. بتخسر الناس حقوقها، في ناس حتى ما بتطلب بحقها اللي بيضيع، وبيضيع حقوق آخرين لأنه ما عنده فكرة. صحيح. أو معلومات كيف. صحيح. ممكن نثقف المرأة قانونيا؟ هل في مراجع. صحيح. معينة يمكن أنه الوحدة تستفيد منها، يعني تعرف القوانين إيش تقول في الطلاق، في الخلع، في النفقة، في كل قضايا المرأة، في كل قضايا الرجل، في كل قضايا المجتمع؟ يعني المرأة ما تعرف مثلا أبنائها لما يصير في طلاق أو الزوج يأخذهم كم ساعة ممكن تشوفهم، فين تشوفهم لو صار تأخير، هذه الأمور كلها تعطل. نعم. تعمل مشاكل. نعم. في المجتمع. كيف المرأة تتعرف على حقوقها وتتثقف؟ من أي مراجع؟
طيب شوف أنا أقول لك في ظل يعني يعني ضعف الوسائل اللي توصل المعلومات للناس المعلومات القانونية، أنا حقيقة يعني أوجه السيدات والسادة يعني المشاهدين إلى الالتجاء لأصحاب الاختصاص. نحن تعرف عندنا مثلا شعب يقول أعطي الخباز خبز ولا أخذ نصه، صح. يعني روح عند المختص، المختص نفسه هو اللي يعطيك المعلومة الصحيحة ويوجهك التوجيه السليم. بعض الناس للأسف الشديد يروحوا يعني بجهل تام من أنفسهم ويورطوا نفسهم. نحن هذا شفناه حقيقة في مجال التقاضي كثير حقيقة من الناس. أنا لسه يمكن من قبل حوالي أسبوعين كان في قضية في مسائل زوجية وكنت حاضر المحاكمة هذه وأسمع المدعي في القضية ورط موكله، يعني المدعي وكالة ورد موكله أنه إنسان جاهل. التجأت هذه المرأة إلى إنسان جاهل لا يعلم في الشرع ولا في القانون شيء، وبالتالي يعني صارت النتيجة عليها وليست لها. يعني أحيانا بعض الناس في عندنا يقول لك الناس الدعوجية يروح يشوف واحد والله يقولوا فلان والله يعرف يروح المحكمة ويجي من المحكمة وفاهم له شوية كلمتين ثلاثة يهرج ويضيعوا نفسهم. يجب أن يذهب الناس إلى المختصين في الشرع وفي القانون، يعني يسأل يقول فين الموضوع الفلاني أتجه لمن يسأل. لهذا زي ما قلنا نرجع لموضوعنا الأول اللي هو نادي المحامين، أو مثلا لو كان في هنالك نقابة للمحامين يذهب إليها الأشخاص يقولوا يا جماعة والله نحن عندنا المشكلة الفلانية، نتجه من هو المتخصص في هذا الأمر وماذا نفعل. والناس اللي إمكانياتهم ضعيفة ولا يستطيعوا تحمل نفقات المحامين في يعني في ناس يساعدوا حقيقة، في ناس عاملين جروبات لمساعدة أولئك الأشخاص. فين يا دكتور؟ يعني فين يا أستاذ إبراهيم؟ يعني رغبة في فين؟ موجود عندنا، موجود أنا في مكتبي موجود وفي مكاتب كثير، وعندنا في اتحاد المحامين الشباب أي أو بالذاتهم يعني يساعدوا السيدات أكثر، لأنه حقيقة الأمية بينهم منتشرة أكثر من الرجال. واتحاد الشباب بحكم المجتمعات الشرقية مغلق عليها عندنا، وبالتالي يعني ثقافة الحقوق عندها جدا جدا ضعيفة. قد يكون الرجل يمكن يخارج نفسه شوية لكن المرأة يعني إشكالية كبيرة. أنا حتى دائما أذكر وأقول أنتم يا نساء بالذات القانونيات اللي عندي أقول لهم مهم جدا لأنكم الدفعات الأولى التي خرجت للمجتمع أن تثقفوا مجتمعاتكم. كما ذكرت أنه نحن ما زلنا مجتمع شرقي، مجتمع مغلق على نفسه. طبعا تعرف المجتمع النساء وحدهم ما يختلطوا بالثقافات الثانية، ما يختلطوا بالأشخاص الآخرين، وبالتالي ليس هنالك تبادل للثقافات أدى إلى هذا الضعف. أستاذ إبراهيم كلام رائع صراحة، بس يعني سيدات اللي يسمعونا في دول غير مثلا جدة ورياض غير العواصم في قرى في الهجر، هذول السيدات لما يبوا يتعرفوا على حقوقهم إيش في مثلا لينك معين أو إيش في مثلا طريقة جهة معينة يتواصلوا معاها يعرفوا من خلالها كيف يعرفوا حقوقهم؟ لأنه بصراحة مو كل السيدات عندهم القدرة أنهم يروحوا لمحامين أو أنها تدفع مبالغ. يعني في سيدات لما بعض الأحيان زوجها يأخذ أولادها وما عندها عمل ويحرمها من كل شيء صعب عليها تروح لمحامي، فإيش في بدائل لهذا النوع من السيدات اللي عشان لا تضيع حقوقهم أكثر؟ يعني ايوه هو قلت لك انه في ناس عاملين مكاتب في مكاتبهم في يعني امكانيه مساعده الاشخاص. انا مكتبي ممكن اساعد الاشخاص اللي يكون ما عندهم امكانيه لدفع تكاليف المحامين. في اتحاد المحامين الشباب ايضا عندهم امكانيه انهم يساعدوا اولئك الاشخاص. يعني كثير من الجهات تساعد. وزارة العدل عندها من لا يستطيع ممكن يتقدم إلى وزارة العدل ويطلب محامي، ووزارة العدل تتكفل ب يعني أتعاب المحاماة. طيب آخر سؤال أستاذ إبراهيم، معلومة كثير من الناس لا يعرفها. عفوا آخر سؤال، زي ما قلت حضرتك يعني لفت انتباهي لما قلت أنه في بعض المحامين ما يكونوا عارفين أساسا إيش هو القانون ويضيعوا الناس اللي يعني الأشخاص اللي وكلوا لهم مهمة المحاماة أنه يعني يرفع القضية أو أنه يجيب له حقوقه. إيش الحل لهذه المشكلة عشان ما تكبر أكثر من كذا؟ كيف الشخص يعرف أنه هذا المحامي فعلا محامي ممتاز؟ لأنه إحنا نعتمد عادة في المجتمعات العربية في الخليج في السعودية تحديدا على توصية فلان وتوصية صديق أو معرفة،
أو الإنترنت نعم. وأحيانا في ناس تسوق لنفسها نعم. يعني فكيف نتأكد إنه هذا المحامي فعلا محامي جيد ملم بالحقوق للناس العادية اللي يعني ما عندها كتير وعي كبير بهذه الأمور؟ إيش الحل ليهم؟ نعم. الحل في تعديل نظام المحاماة حقيقة. نظام المحاماة يعني أدمج اللي عنده خبرة واللي ما عنده خبرة، حطهم كلهم تحت مسمى واحد، غير مثلا لما تيجي في الدول الأخرى، الدول اللي حوالينا أو الدول حتى المتقدمة عنا كثير جدا صنفوا المحامين، محامي مثلا محاكم ابتدائية، محاكم استئناف، محاكم عليا، في هنالك تصنيفات. الناس اللي ما عندهم خبرة توهم جداد، يعني هدول يعني يجب. وبعدين كمان في مسألة مهمة خليني بس هذه أوضحها قبل ما ننتهي منها، وهو أن وزارة العدل للأسف الشديد جاءت العام الماضي وقالت يا محامين لا خلاص كل واحد يكتب مثلا المحامي فلان. إيش يعني المحامي فلان؟ يجب أن نعرف ما هو من هو المحامي فلان. صح. هذا المحامي إيش كان أصلا، ما هو تاريخه، ما هو تاريخه، فين كان يعمل، هل هو له خبرة ولا ما ليس له خبرة. تاريخ الإنسان يجب أن يكتب، أستاذ جامعي، كان محققا، كان مدعي عاما، كان قاضيا، كان فين كان يشتغل في مجال القانون، عشان أنا كشخص أريد أن أذهب إلى محامي يجب أن أعرف إمكانيات هذا المحامي. لكن أن يقارن صاحب الخبرة بالشخص الجديد الذي ليس لديه خبرة، هذا ظلم في حق صحيح. الناس الذين يذهبون إلى المحامين. أستاذ إبراهيم الأبادي، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا، ما في حياة أن الواحد يروح يسأل عن حقوقه ويتعرف إيش هي الحقوق اللي يطالب فيها، لأنه إذا إحنا ما حنعرف حقوقنا مين حيجيب لنا حقنا؟ مين حيفكر أنه حقنا هذا اللي ضايع كيف نوصل له؟ وهذا بيخلي حياتنا تصير فيها ضغوطات أكثر وسترس أكبر. فعلا أنا يعني أضم صوت لصوت الأستاذ إبراهيم، مهم أنه إحنا نعرف هذا الشخص هل هو فاهم في القانون. أما كله محامين ما نقدر نساوي الناس كلها ببعض، لازم نعرف هذا إيش خلفيته العلمية. كمان إحنا يعني مهم أننا نقرأ لما نيجي نطلب من محامي، نقرأ إيش السي في حقه، إيش السيرة الذاتية، إيش في قضايا معروفة رافع فيها، مو يلا نروح عند أي شخص صديق يدلنا عليه ولا أحد قلنا عليه ولا دخلنا على الإنترنت وقرأنا، لأنه بصراحة هذا يعني ما هو سلوك صحيح وما هي طريقة عملية وواقعية تخلينا نقدر ناخذ حقوقنا. في النهاية لا يضيع حق وراهم طالب، ومهم الشخص يطالب بحقه وما يتنازل، لأنه هذا بيخلي آخرين كمان يخسروا حقوقهم. العديد من الفقرات بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. سيدتي نت، الموقع الأول عربية. سيدتي نت نمبر 1. سيدتي نت هو الموقع العربي الأول. الموقع النساء الأول. سيدتي نت الموقع النسائي الأول. سيدتي نت الموقع النساء الأول العربي. سيدتي الأولى على طول. سيدتي بعد الفاصل، ناجيات من السرطان يتحدثن عن تجربتهن في سيدتي.